السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. مسلسل ما وصف بفضائح الخطوط الجوية الجزائرية في ازدياد، وآخرها ما انتهى إلى علمكم وهي سابقة خطيرة، حجز طائرة جزائرية من قبل القضاء البلجيكي بسبب ما قيل إن الشركة الجزائرية لم تدفع ما عليها من تبعات مالية، ولم تكتفي بهذا بل تمادت في التجاهل والتسويف كما قال رافع الدعوة الجزائري الهولندي الجنسية حميد قربوع، الأمر الذي سجل تداعيات على الصعيد الدبلوماسي أيضا. ماذا يحدث مشاهدينا الكرام في شركة الخطوط الجوية الجزائرية؟ ما هذا الاستهتار يقول آخر من مشكلة إلى مشكلة أخرى، لكن مسؤوليها باقون ومتشبثون بمناصبهم رغم الخسائر المسجلة ماديا ومعنويا. أرحب مشاهدينا الكرام بالأستاذ محمد العربي زيطوط الدبلوماسي السابق وعضو أمانة حركة رشاد. أستاذ محمد العربي، أبرز ما يسأل هو هذه التداعيات، تداعيات حجز طائرة جزائرية بهذا الحد. مع ذلك الناس تقول الآن لماذا بالضبط تم اللجوء إلى استدعاء السفير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذا مسار مرة أخرى يأتي كإنذار أو كتحذير للعبث اللي حاصل في البلاد، ويأتي من الخارج، لأن في الخارج ما فيش بن عمي وبن عمك وخبي الأمور وتخفيها وجي صحافة تكتب أي حاجة على أي شيء إلى آخره. في الخارج الأمور فيه قوانين، فيه دول، فيه تنظيمات، إذا كان شيء معين سيظهر. ولذلك ربما سنذكرها الآن في عدة قضايا في الخارج أظهرت لنا من أن الإدارة الجزائرية إدارة بائسة بكل ما تعني هذه الكلمة، أن الإدارة الجزائرية إدارة فاسدة إلى حدود قصوى، أن الإدارة الجزائرية إدارة مهملة ومتسيبة إلى درجات تفوق أي وصف. هذه تأتي مرة أخرى لتذكر بقضية بسيطة جدا، كان المفروض أن تحل بين شركتين تجاريتين اللي هي شركة الخطوط الجوية الجزائرية من جهة وشركة كي إير الهولندية وفق العقد التجاري كما يحدث بين اي تاجرين او اي بين تاجر او طرف بين طرفين في يتعاملوا في التجاره، لكن وجدنا تدخلات وكانهم عملوا شيء مليح لما استدعوا السفيرين، بينما هذه فضيحه في الحقيقه، خاصه من شخص اللي هو مطلع مامره يدعي هو متخرج من مدرسه الوطن للاداره قسم الدبلوماسيه، وفي قسم الدبلوماسيه اقل شيء تدرسه هو القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام، واي قارئ للقانون الدولي سواء في بعده الخاص او العام او ابعاد اخرى يعرف ان هناك قضايا تحكمها في هذا التحكيم الدولي، خاصه اذا كان العقد ينص على ذلك بين طرفين يحملين جنسيتين مختلفتين. أن يعني هل الحكومة بين التحكيم العربي اعتبرت المسألة إهانة لها حتى اضطرت لاستدعاء السفيرين لهذا الحد؟ يعني هم لو كان جو يفهموا الحاجات البازيك، يعني الحاجات البسيطة اللي درسها درس القانون، هو أنه ما يقوموش بما قاموا به، لأنه أعطوا بعد أكبر. نعم. لما قاموا باستدعاء السفيرين في هولندا، استدعاء السفيرين الجزائريين في هولندا وبلجيكا على أساس أنه احتجاج، وكأن هولندا وبلجيكا هي اللي دخلت. هولندا الدولة وبلجيكا الدولة لا علاقة لها بالموضوع. هولندا الشركة الأخرى اللي هو أصله جزائري لكن يحمل الجنسية الهولندية، هو يحمل الجنسية الهولندية، وبلجيكا الطائرة موجودة هناك، والقرار أخذ بالتحكيم الدولي أعتقد جنيف أو باريس، ذكرت باريس وذكرت جنيف، لا أدري من هي، لكن هذا معروف، التحكيم الدولي في القضايا التجارية معلوم. وكما قلت لك أي دارس للقانون الدولي في البسيط منه يعني السنة الثانية أو الثالثة يعرف أن الدولتين المعنيتين لا علاقة، اللي أراد النظام الجزائري أن يضعهم وكأنهم يتآمروا عليه، لا علاقة لهم بالموضوع، ليس لهم أي علاقة بالموضوع، هذه قضية صفقة تجارية بين شركتين تجاريتين، التقاضي فيها في حالة التنازع يعود إلى التحكم الدولي. وأنا قرأت ما أجبت بعض الصحافة وقرأت أن المادة 18 من هذه الصفقة التجارية الكونترا تقول أنه في حالة التنازع بين الطرفين يلجأ إلى التحكيم الدولي. الدولي نعم. لجأ الطرف المتضرر إلى التحكيم الدولي اللي هو الشركة الهولندية وطالب بشيء بسيط، وهو استرجاع المبلغ اللي وضعه، يعني المقدم العربون يعود يسترجعه، لأن الشركة الجزائرية لم تعطيه الوثائق الضرورية لكي يستطيع أن يأتي بقروض أو يأتي بأشياء، لأنه في العقد
مكتوب أنه في حالة ما إذا أخل أي من الطرفين بالتزاماته فإن الطرف الآخر يستطيع أن يطالب بحقوقه، وهذا اللي قام به. فلماذا اللجوء إلى استدعاء السفيرين من طرف شخص المفروض أنه يقرأ القانون الدولي يعني ويقرأ القانون الخاص؟ لماذا تسييس القضية ثم تسحب السفيرين على قضية بسيطة جدا تتعلق بخطأ ارتكبوا المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية من وراء وزير النقل، لأن هذان هما المسؤولين الأساسيين في القضية. وأنا بالمناسبة قريت أيضا ما جابت إحدى الجرائد أو إحدى المواقع ما قاله وزير النقل، هذا حقيقة مؤلم، مؤلم للمستوى نتاع المسؤولين الجزائريين، مؤلم أن يصبح المسؤول الجزائري اللي كان يضرب به المثل في أيام الثورة الجزائرية وحتى أيام الستينات والسبعينات، الناس اللي في تدير الإدارة إلى آخره بهذا المستوى كما صرح غول، يعني تصريحات في موقع تي اس ار سنعود إليه سيد محمد عربي مملة ومبكية لأي جزائري لديه كرامة. لدينا ما نسأل عنه وزير النقل، طبعا أثار تصريحات ولغطا وجدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، لكن فقط أنا أريد أن أثير مسألة أخرى، هو أن هذا المحامي يقولون بأن المحامي هو الذي وضع شركة خطوط جوية في ورطة، قال لهم بأن هذه المسألة ما كان لها أن تأخذ لهذه الأبعاد، وهي أمر بسيط جدا تحل بين الجزائريين على المستوى المحلي مش حتى على المستوى الدولي. بعبارة أخرى، الإدارة متهمة، الوزارة متهمة بالاستهتار بعدم تقديرها للمسألة، ولذلك فهم استمعوا لهذا المحامي فورط الشركة وورط الخزينة كلها. انظر كم مليون راح تدفع الجزائر الآن. أنا قرأت أن المحامي وتابعت تفاصيل القضية هذه، أن المحامي هو شخص معروف جيدا للجزائريين، وهو السيد علي هارون عضو مجلس الأعلى للدولة الذي كان عضو ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة في 92، أي الذي جاء مع الأربعة الآخرين بعد الانقلاب على الشاذلي بن جديد وبعد الانقلاب على الدستور وعلى الانتخابات سنة 91. هذا الشخص هو اللي المحامي. أولا هو تجاوز 80 سنة بالمناسبة، يعني لست أدري أن هذا الشركة اللي ما تلقاش إلا محامي تجاوز 80 سنة، هذه الأولى. والأمر الثاني قيل أنه يعطاه له 500 لأنه جزائري ومقيم بالخارج، قادر يجاوبه كذا؟ لا، لأنه فيه جزائريين مقيمين بالخارج بالآلاف وفيه متخصصين في القانون هذا بالآلاف. يعني لماذا هذا بالضبط؟ من أجل هذا بالضبط، وفيه كفاءات عالية بالآلاف، ليس لأنه جزائري ومقيم بالخارج، لأنه من أهل السلطة، لأنه من الذين تعودوا أن ينهبوا من الخزينة بلا حدود وبلا حساب. كيفاش يأخذ 500 أورو للساعة على هذه القضية؟ نعم. معناها 500 أورو للساعة، يعني لو يشتغل 4 سواع في اليوم يأخذ 2000 أورو بالدينار الجزائري اليوم، لما تروح البورسعيد ولا تروح هي 32 مليون بالسنتيم. فيه الناس اللي ما يأخذوش 32 مليون في سنة، سنة أنت عمل ما يأخذهاش، يأخذها علي هارون 4 ساعات من عند الخطوط الجوية الجزائرية. هذا كيشتغل في اليوم 4 ساعات، تخيل لو يشتغل 50 يوم أو 60 يوم، شوف المبلغ الضخم باليورو كم هو. فيه ناس اللي ما يشتغل ما ياخذ 32 مليون موش في سنة، طول عمره ما اخذهاش، لأنه باختصار بسيط ما زال معطل عن العمل، ما زال بطل. هذه تبين مرة أخرى كيفاش موجودة على مستوى الأعلى، المستوى حرم السلطة، كيفاش النهب قائم. يعطوا لي كونترا لبعضهم، يعطوا المشتريات لبعضهم. طبعا احنا الان امبور ما كاين ولا شيء، ولكن حتى في قضيه الخدمات سواء في المحامات او في الخبرات او في الهندسه او في كلها تعطى لكبار القوم، الوزراء، كبار المسؤولين، كبار العسكر، كبار القضاة، كبار الدبلوماسيين، اللي اصبحوا طبقه لا تمثل هي اقل من 1 في 1000 الجزائريين، لكن استولت على مقدرات البلاد واستولت على خيرات البلاد، وبحيانا بالطرق القانونيه. يقول لك محامي، يا اخي محامي 500 اورو في الساعه، ثم الخساره، وانظر الى الخساره، ليس فقط 7 مليون يورو أو دولار كما يقال الآن على تعطيل هذه الطائرة، ولكن على الفضيحة على المستوى العالمي مرة أخرى، وعلى فضيحة سمعة دولية، لأنهم ظنوا بلي هذا قانون تليفون، هذه عدالة التليفون، يعطي له يجي وزير أو جنرال أو بوليسي أو كوميسار يتصل بالقاضي أطلق فلان وعمل فلان. هذا قضاء دولي، هذا قضاء دولي، والقضاء الدولي أمامه احترام حيثيات. ثم أن الدولة البلجيكية لا تتدخل في القضاء البلجيكي، والدولة الهولندية لا تتدخل في القضاء الهولندي، هذا قضاء مستقل. ولذلك الأمام رزعف ونادى السفيرين، أو مانيش عارف شكون، ممكن السعيد بوسليقة هو اللي قاله، طبعا هو لا يتخذ قرار مثل هذا،
وكانهم يظنوا، لانه ظن باللي راه يتكلم مع القاضي تاع بومرداس ولا مع القاضي تاع بيرموند رايس ولا قضاء الليل وقضاء التليفون. طيب. هاي المهزله الحقيقيه. بينما انا كنت اتمنى حقيقه اخي عثمان لو ان السفيرين او السفير الجزائري مثلا في باريس تدعي لما فرانسوا هولاند العام الماضي اهان الجزائريين في الاستهزاء اللي كان يتمسخر مع رئيس الوزراء نتاعه ويقول له الحمد لله اللي رجعت فقط رجعت سالما لنا رجعت. او كان مثلا لما وزير الدفاع السابق الفرنسي عمل تلك الحركه البذيئه في وجه الجزائريين وعلى الثوره الجزائريه ولما طلب منهم هل يكون هناك اعتذار، كنت نتمنى ان انا ذاك يستدعى السفير الجزائري، كنت نتمنى ان السفير الجزائري يستدعى يوم ما تم تعريه وزير الخارجيه مراد مدلسي في الولايات المتحده في واشنطن، تعريته كاملا باش يمر على السكانير ويمر على وكانت فضيحه على المستوى بالرغم انه راح كان رايح معاهم باش يتامروا على الناس اثناء التفتيش. كنت نتمنى وكنت نتمنى ان يستدعى هؤلاء في هذه الحالات السفراء، وكنت نتمنى قبل ذلك وبعد ذلك الا تفتتح الاجواء الجزائريه للطائرات الفرنسيه لكي تقصف مالي. طيب استاذ محمد العربي، لماذا بالضبط هذا القطاع بعيد عن المحاسبه؟ الجزائريون الان يتساءلون يقولون ايضا مشكله اخرى من ازمه لازمه اخرى، سقطت طائرة جزائرية قادمة من بوركينا فاسو وقعت في مالي، طائرة أيضا في فرنسا، دون ما الحديث عن الطائرات الجزائرية وقعت في الجزائر داخل الوطن، ثم الاستهتار ثم سوء التسيير ثم ثم ثم. الآن المشاهد الجزائري المواطن بالأحرى يقول لماذا لا لماذا يقال هؤلاء المسؤولون، لماذا لا يقال هؤلاء المسؤولون أو الفاشل يبد أن يحال المعاش يحال منصب آخر، لست أدري، لكن لماذا بالضبط هذا القطاع كثرت فيه المشاكل والفضائح ومع ذلك المسؤولون ما زالوا في مناصبهم، مدير شركة الخطوط الجوية، وزير النقل وغيره. هو تم ترقيته. يعني الوزير هذا بعد كل الكوارث التي حدثت في الأطروت اللي هي الآن أغلى أطروت في العالم، يقترب أو يتجاوز قليلا الآن رقم الأطروت 20 مليار دولار. يعني أنا شفت الحسابات نتاعها لقيت أكثر من مليون دولار للكيلومتر الواحد. مش معقول، مش مليون دولار، اكثر من 10 مليون دولار، لان هي كلها 2000 كيلومتر في افضل الحالات، هي اقل 1600 او 1700 كيلومتر، يعني اكثر من 10 مليون دولار للكيلومتر الواحد، مبالغ ضخمه جدا. بعد كل الكوارث اللي حدثت في القطاع يرقى او يعطى له موقع اخر اللي هو وزاره النقل. لكن في الحقيقه وحتى نكون، هذه ليست المرة الأولى، وحتى نكون أيضا عادلين، هي كل القطاعات بلا استثناء على ربما شخص أو اثنين لما تلقى فيه كفاءة أو في الإدارة، اليوم في فساد، فساد عارم، فساد على مستوى الولايات، على مستوى البلديات، على مستوى الوزارات، على كله اللي حدث واللي يحدث فيما يتعلق بالنقل، لأن عندها علاقة بالخارج فتظهر أكثر من الوزارات الأخرى، لان ليرا الجيري تروح للخارج، فكثير من المرات صاروا فضائح، يعني الفضائح اللي تتكلمت عليها راك اشرت البعض او اشرنا لبعضها، لكن انت شوف لما الجزائريين في الصيف يكونوا يترماوا احيانا باليومين ثلاثه في المطارات ما فيش طيران، شوف لما الناس يقعد عنده لوكي ويروح يقولوا له ما كانش مكان، شوف لما الناس يروح. انا نحكي لك قصه مختصره، مره صديق يحكي لي والله جا هو والاسره نتاعو، جا بنته واقفه في الطياره من الجزائر الى لندن واقفه، وبعث لي الوثيقة، يعني أرسلها لي الشخص هذا وقال لي هاو كيفاش، واشتكى بهم لياتا بعدين، كانت فضيحة أخرى. إنسان يجي واقف في الطيارة بنته صغيرة واقفة لأن أعطوا المكان لشخص آخر، هذا في الحالات الناس اللي يلقاو، لكن كثير من المرات يحكوا لك آلاف الجزائريين على أنه راح عنده لوكي وما لقاش مكان، ونفس الشيء بالنسبة للموانئ، نفس الشيء بالنسبة لعدة أماكن. ففي الحقيقة ناهيك عن الطائرات اللي تسقط، وشفنا الطائرة اللي سقطت قبل فترة، وبالمناسبة التعويضات بالملايير للفرنسيين اللي ماتوا، رغم أنه قالوا أنه في تحقيق لكن لم نرى النتائج بعد. وش يأتيك بالتحقيق في نهاية المطاف؟ الدولة الجزائرية والخزينة الجزائرية، أي الشعب الجزائري هو اللي يدفع الأموال للمتضررين من سوء الإدارة. طيب الآن مشاهدينا الكرام أرحب بالأستاذ عبد الغني بادي وهو محام وناشط حقوق. أستاذ عبد الغني، ما هي أبرز الملاحظات المسجلة قضائيا بالضبط في هذه القضية، خاصة وأن المحامي كان قد أوعز للشركة خطوط جوية بأن المسألة لن تأخذ أبعادا كبيرة وستحل وديا طالما أن المتخاصمين جزائريين؟ مساء الخير ولضيفك الكريم، أهلا وسهلا بك.
أولا فقط للملاحظة، من الناحية القانونية التحكيم الدولي في قضية مثل هذه هو وقضية اتفاقية، معناها أن التحكيم ينشأ بين أطراف عقد، هم يخولون من يقوم بمهمة التحكيم، إجراءاتها يحددون حتى أشخاص التحكيم يدفعونهم أتعابها، يعني المحكمة التحكيمية أطراف العقد هم من ينشئونها. وهي في هذه القضية هي الغرفة التجارية، الغرفة التجارية الدولية بباريس هي من تم اختيارها كفاصل في القضية. معناه طابع القضية هو طابع تجاري محض وليس طابع كما أرادت له السلطة أن تجعل له طابع سياسي سيادي إلى آخره. في القضية الجزائر لم تحسن التعامل مع الملف، أساءت اختيار كما نقول الوقت أو أطراف التحكيم. فالطرف الجزائري في قضية التحكيم كما نعلم جيدا أن في هذه القضايا الحساسة التي فيها مبالغ مالية يجب أن تكون الجدية في تسيير الملف، ويجب أن يكون الاهتمام كبير بهذه القضايا لأنها قضايا تتطلب الدقة، تتطلب المتابعة، تتطلب التركيز، هي قضية حساسة لأهمية المبالغ المالية. لكن الطرف الجزائري ربما لم يحضر حتى إجراءات التحكيم مما جعل أحكام تصدر ضد الخطوط الجوية الجزائرية. قضية كما يراها من زاوية الطرف الهولندي السيد حميد بورقعة كما يروي، على أن الجزائر أو أن الشركة الجزائرية لم توفر له وثائق تتعلق بالمسار التقني للطائرة، هذه من جانب، ويقول أنه طلب بفسخ العقد في حالة ما إذا لم توفر له الشركة الجزائرية الوثائق التقنية المتعلقة بهذه الطائرة والتي كانت ستباع أو اتفق العقد على أنها تباع خارج الخدمة. لكن الطرف الجزائري لم يولي اهتمام كبير لهذا الملف منذ 2008، يعني قضية هذه راهي تمشي منذ 2008، والطرف الأجنبي يطالب يا إما بأن توفروا لي الوثائق التقنية يا إما ترجعوا لي 2 مليون دولار. نعم. احنا نشوفوا أنه الإهمال والتسيب والتسيير في تقييم سيد عبد الغني، ماذا عن الحجة التي طرحتها شركة خطوط جوية بحيث أن هذا الشخص الجزائري المجنس هولندي بأن البنك الذي لجأ إليه بنك غير معترف به وكان عليه أن يأتينا باسم بنك في أوروبا حتى يمكن لخطوط جوية أن تتعامل معه، ما رأيك في هذه الحجة يعني؟ الاتفاق قد تم أخي المحترم، الاتفاق تم بين الخطوط الجوية والخطوط الهولندية في شخص السيد حميد قربوعة، الاتفاق تم وتم حتى إنشاء المحكمة التحكيمية باتفاق الأطراف، واختارت شركة الخطوط الجزائرية محاميها علي هارون، معناها الجزائر وافقت على قبل أن نبدأ في الصفقة نهيئ المحكمة التحكيمية التي فيها يعني خطوات كثيرة حتى ننشئها، معناها الجزائر في شكل خطوط الجوية الجزائرية وافقت على العقد، اتفقت على مبلغ العقد اللي على ما أظن هو 10 مليون دولار، وكانت في منظورها ما تمثل إلا مبلغ الضمان، وقد تم دفعه من طرف السيد قربوعة، وعندما طلب بإلغاء العقد على أساس عدم توفير هذه الوثائق قالت الخطوط الجوية الجزائرية قامت بإلغاء العقد دون أن ترجع له المبالغ التي قدمها، لذلك لجأ الطرف الهولندي إلى رفع القضية، والمحكمة التحكيمية في باريس قضت له ووقع على الخطوط الجوية بإلزامها بدفع المبلغ، وقد ذهب على ما أظن في أوت الماضي إلى بروكسل يعني مهر هذا الحكم بالصيغة التنفيذية، يعني بقت خطوة واحدة وهي مهر الحكم بالصيغة التنفيذية، لأنه أحكام المحكمين أحكام المحكمة التحكيمية هي إلزامية وهي يعني لها حجية الشيء المقضي فيه. احنا ذوك الطرف الجزائري عندما يحتج أخي الفاضل ويقول أن مجال الطعن مفتوح وأن الجزائر كما صرحوا كاين بعض المواقع تقول بين الجزائر تقول بلي قدم في الطعن، يعني المحاكم التحكيمية عندها قوة الحجية أقوى من المحاكم المحلية، معناها مثلها مثل الاتفاقية الدولية هي أقوى من القوانين الداخلية، معناها ما كاش حجة بوجود ملف
لا سيما وان النسخه التنفيذيه واجراءات التنفيذ قد بدات في بروكسل، معناها القضيه قد انتهت خلاص. طيب استاذ عبد الغني، بلغني اليوم بان الطائره استرجعت وان شركه خطوط جويه بلغت دفعت المبلغ المطلوب منها، لكن في الوقت نفسه ما تزال تكرر بان حجز الطائره هو اعتداء على السياده الوطنيه. والله يعني السياده الوطنيه، يعني باش نتكلم من الجانب السياسي، السياده الوطنيه تكون على المحك عندما نستهتر ونستهزئ في تسيير ملفات تتعلق بالشؤون، يعني الشؤون السيادية للوطن. فعلا أن الطائرة والسفن الحاملة للأعلام الوطنية عندها جانب خاص في الأحكام وفي التعامل الدولي وفي القانون الدولي، يعني الأعراف الدولية تكون هناك نوع من التعامل خاص لأن الطائرة والباخرة لها أحكام خاصة. لكن من الذي أدى بنا إلى هذه المواقف؟ ولكن ما نقولوش كل حقنا لهذه المرحله انها تحجز الطائره، لحقتنا هذا الاستهتار في السياده، لحقنا هذا التسيب، يعني المسؤولين هما لحقونا للمساس بالسياده فعلا. وللاسف انه حجز طائره جزائريه، لكن فعل من كان هذا الحجز؟ كان بفعل سوء التسيير، وكان بالفعل يعني عدم الاهتمام ولا مبالاه المسؤولين لاتين بامورهم الخاصه، ماهمش لاتين بامور العامه. وشفنا ماذا وقع في الخطوط الجويه الجزائريه في الاشهر الاخيره على مستوى. بارك الله فيك استاذ عبد الغني، انا اشكرك استاذ عبد الغني بادي المحامي والناشط الحقوقي، جزيل الشكر لك. استاذ محمد العربي، رغم هذه الامور كلها ما زال مدير الخطوط الجويه يتحدى ويقول بان الذي يحدث لشركه خطوط جويه قد يحدث للشركات الاخرى في افريقيا وفي اوروبا وفي امريكا، لماذا؟ فنحن نتابع الان هذا الكلام الصوتي اللي هو هذا المدير الخطوط الجويه يقول انه التاخير الذي يشتكي منه المواطنون والمسافرون عادي جدا بالنسبه لدول اخرى. نتابع. هذا امر يعني قديم وقديم جدا، ولا يخص خطوط الجويه الجزائريه فقط. انا سافرت مع منذ ايام مع شركه لوفتانزا في الذهاب من فرانكفورت الى مدينه، كان فيه تاخر ساعه ونص. في رحله العوده كانت ايضا كان فيه تاخر ساعه. يعني رغم انكم صرحتم من قبل انه هناك تحسن في ب 50% في 2010 الى 65% في 2014. طبعا. لكن هل هذه النسبه يعني كافيه لارضاء الزبائن؟ شوفي، احنا انا تكلمت على التحسن، احنا بالنسبه لنا في التوقيت في لا بونكتواليتي هما لي ستاتستيك انويل. في عندك 100 رحلة في النهار، 99 يمشيوا في الوقت المحدد، واحدة على 100 ما تمشيش، كما يقول لك نشوفوا ديما لو تران كي ناريف با لور، الطيران اللي ما تمشيش لور، يكون فيها إنسان هكذا يعرف صحفي ولا كذا يكلم قال رانجيري الطيار كاع راه مريطر. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع سي محمد العربي. سي بولطيف هذا المدير العام لخطوط الجوية الجزائرية قال لماذا أنتم تحكون على بالضبط على التأخر وما التأخرش في شركات ذكرها لوفتانزا، هذه شركة ألمانية، أنها تتأخر أيضا. ويذكرني بما قاله عبد الملك سلال، قالوا لماذا أنتم ضد العهدة الرابعة؟ ما هي ميركل الألمانية كمان تعهد كذا مرة عندها عهدة؟ تفضل. لا، رب عذر أقبح من ذنب. يعني هم ولاو يتقارنوا بالألمان، يعني الآن المسؤولين الجزائريين يقارنوا روحهم بألمانيا، يعني فضايح حقيقة. يقول بأن هذا هو الاستثناء، وأنه المشكلة أنه تتأخر الطائرات. نعم، فيه أحيانا وين تتأخر الطائرة، لكن عند الطائرات الأخرين هم الاستثناء. القاعدة أنها تمشي في الوقت. الخطوط الجوية المحترمة في العالم تحترم. الآن مثلا الخطوط الجوية التركية تعتبر أفضل خطوط جوية في أوروبا، وربما هي الثانية في العالم من بين أهم أشياء إضافة إلى الخدمات. هذه الخدمات. نعم، هذه تركيا. الخدمات، وفي إيش في الخدمات أهم شيء هو شنو؟ أن تكون في الوقت. تكون في الوقت. أنا سافرت أكثر من مرة مع طائرة الخطوط التركية، نقول لك حاجة، مش تكون في الوقت، توصل قبل الوقت. يعني دائما ربع ساعة 20 دقيقة قبل الوقت. كارثة لما نسمع التبرير نتاع هذا المسؤول. أنه كل الطائرات العالم الآن، هذا الكلام لما كان يقال في السبعينات والثمانينات، لما الناس الجزائر عايشين في أمر مغلق ربما الناس تعرف، لكن الناس
الان فيه الفضائيات وفيه الانترنت وفيه التواصل وفي يعني الاصل في المسؤول استاذ محمد العربي انه يجيب يعني. قائلا الاصل فيها ان يقول مثلا سنفتح تحقيق ننظر في اسباب تاخير الطائره ونعطل مصالح المواطنين. هذا كان جا مسؤول مباشره قال كان جا مسؤول الشركات كلها تتاخر لماذا تلومون الجزائر. هذا لو كان جا مسؤول يعني يسال هم لا يسالون هؤلاء في مناصبهم لا يسالون. والدليل ان صارت كوارث كبرى في الخطوط الجويه وهو مازال في مكانه ما فيش مشكل. شوف كان قاعدة فقهية تقول ليس بعد الكفر ذنب. احنا بعد وش عمل بوتفليقة المسؤولين الاخرين كلهم يشوفوا اللي انا منش هتشوف بوتفليقة هو عاجز في كرسي لا يسمع لا يتكلم لا يعرفه ويحاكم البلاد. انا خير منه على الاقل اللي نتكلم حاكم الخطوط الجوية ويجيب لك تبرير. اي وزير اي مسؤول اي سفير اي قاضي اي عسكري يعتبر هو في نهاية المطاف هو خير من الرئيس اللي ميت حي. وبالتالي ليش تقصي في أنا؟ هو بالنسبة لي حتى السؤال أنا شفت وجهه يعني في وجهه تشوف أنه منزعج. كيف سألوني هذا السؤال؟ منزعج من السؤال ميسم لا يسأل. هو لا يسأل أصلا السؤال ثم لا يسأل عن أعماله. هؤلاء لا يسألون عن أعمالهم. طيب أستاذ محمد العربي يعني إحنا لما نتلقى تدخلا مباشرا من القضاء البلجيكي نتذكر أن القضاء مستقل، القضاء عنده مصداقية عنده شفافية، لكن في الوقت نفسه نفتح قوس ونقول القضاء الجزائري وينه؟ وهو الآن متابع المسؤولين الجزائريين متابعين. القضاء الكندي يطلب مسؤولين جزائريين، القضاء الإيطالي قال أنه عندهم ناس في إيني شركة إيطالية معروفة تتابع جزائريين تقاضوا رشاوى من إيطاليين، وهذه والقضاء الإيطالي يريد متابعة هؤلاء. ما قيل عن القضاء الإيطالي يقول حتى عن القضاء المصري، القضاء المصري ذكروا أخيرا أنه شكيب خليل ومن حام حوله متورطون أيضا في مسائل عديدة في مصر. أنا سؤالي أين القضاء الجزائري الذي طيب لوح وزير العدل يقول نحن ماضون نحو عصر العدالة في الجزائر؟ بعبارة جزائرية القضاء الجزائري تحت الصباط، القضاء الجزائري تحت الأوامر مش قضاء. بالرغم من الدستور اللي يتكلموا عن الدستور أول شيء فيه هو استقلالية القضاء وهو فصل السلطات وهو عندما يكون رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع وهو رئيس القضاء وهو اللي يشرع بالأوامر هو كل شيء. فيه سلطات إمبراطورية عند شخص واحد والبقية كلهم يخضعوا له. يعني انت القضاء هذه الحركة الموفمنت على القضاء اللي تصرت تقريبا سنويا ما تدرتش إلا قبل شهر ولا شهر ونص لأن الرجل عاجز لأن القضاء لأن ما فتحش السنة القضائية ولأن القضاء لازم يستناه. انت لو كان فيه قضاء يوم حلف على الدستور هل تاع رئيس المحكمة الدستورية هو اللي يبقى هو اللي يحلف بدل الرئيس؟ هناك يقولوا باللي هذا عاجز وخلاص وانتهت هاي المادة 88. ما فيش للأسف ما فيش قضاء. وهما يظنوا أنه لأنه ما فيش قضاء في الجزائر ولأن القضاء يتلقى التليفونات ويتلقى الأوامر أحكم على هذا بالإعدام أطلق هذا دخلوا الحبس هذا طلقوا إلى آخره كما صارت في قضايا كثيرة بما فيها الخليفة مثلا بما فيها يظنوا باللي القضاء الدولي هو يحتج على بلجيكا وعلى هولندا لعل الحكومة تدخل. لا تستطيع الحكومة لا الهولندية ولا البلجيكية أن تتدخل لأن باختصار بسيط يتدخل رئيس القضاء أو المسؤول القاضي يقول له نسجنك لرئيس الوزراء. لا تستطيع أن تتدخل في أحكام القضاء. هذه دول ها هو دولة القانون. ها هي ما معنى دولة القانون ليتات دو دروا بمعنى أن القانون ينفذ على الجميع الصغير والكبير الأجنبي وابن الوطن الشركة الكبيرة والصغيرة إلى آخر. لكن هو بالنسبة لنا هم في الحقيقة أعطوا هذا البعد لأن شيء آخر لأن الاتحاد الأوروبي قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع أراد أن يلتقي بما يعرف بالتجمع المعارضة والتنسيقية الجزائرية وقد تم فعل وقد كان هناك لقاء على مستوى محدود يعني هذه أزعجتهم لأن الفترة كل هذه 22 سنة من حكم الانقلابي هذا من حكم الإجرامي هذا الغرب يدعم في النظام هذا. وين يلقى الغرب نظام يحكم له البلاد يعطي له اللي كونترا يشري عليه الجزائر أصبحت خردة سوق من كل العالم يعطي لي كونترا للشركات نتاعه ويحفظ ويخضع الجزائريين كأنهم في سجن كبير والأموال تنهب وتهرب إلى أوروبا وإلى الغرب. وين يجد نظام أفضل من هذا؟ فطول الفترة هذه النظام مرتاح وبالعكس هم يبعثوا في الرسائل أنت مدرسة في مكافحة الإرهاب النظام الجزائري مدرسة في الحرب على الإسلاميين. فهو متعود على هذا. لما شاف أن الغرب الآن يرى أن هذا النظام قد يسقط في أي وقت الانهيار السياسي الآن مثلا لما تروح اللي يقيم التقييم الدولي للاقتصاد
كل تنظيمات اللي تقيم المنظمات اللي تقيم الاقتصاد الجزائري تقول أن أكبر مشكلة يعاني منها إضافة إلى أنه اقتصاد ريعي يخضع للبترول 98 أو 99% من الدخل الجزائري، هو هناك عدم استقرار سياسي أدى إلى غضب سياسي وغضب اجتماعي متصاعد. فهم الآن طبعا الأوروبيين هذو بالنسبة لهم مصالح، لو غدوة الجزائر تتحرر من هذه القبضة يتغير العالم، تتغير المنطقة هذه كلها، تتغير أوروبا كلها، لأن الجزائر بما فيها من تاريخ ومن حضارة ومن عندها قوة حقيقية، ولذلك هي مقزمة الآن. لذلك لما الأوروبيين أرادوا، طبعا الأوروبيين لمصالحهم الخاصة، فقط لقاءات بسيطة ولقاءات مع مسؤولين سابقين، يعني كنت تلقاه مثلا مع بن فليس، ولا أنا في زمن العولمة لا يمكن أن يضيق الإنسان على نفسه. لا هو لا هو النظام الجزائري يروح يدير حتى مناورات مع إسرائيل في إطار الحلف الأطلسي، ويلتقي حتى إسرائيل في إطار الحلف الأطلسي مثلا، لكن بالنسبة للآخرين لا، ممنوع عليهم في المطلق. وهذا ما أثره أثناء الحملة الانتخابية في الرئاسيات لما زار وزير الخارجية الإسباني مثلا، واشتكى له من بن فليس، واعتبروا أنه يمارس الإرهاب. بن فليس أصبح يمارس الإرهاب على بوتفليقة مع أنه كان رئيس الوزراء. يعني كيل بمكيالين يقول، هي هذه هي، بمعنى أنه يقول لهم أنا الابن المدلل، أنا اللي حاكم لكم هذه البلاد وحاكم لكم هذا الشعب وطارك لكم تنهبوها كما تشاءون، كيفاش تروحوا تتلاقوا أنتم مع عناصر المعارض؟ ها هي اللي أزعجت النظام الجزائري. وبما أن بروكسل هي عاصمة الاتحاد الأوروبي، فكانت الإشارة في أي حاجة جاتها أسحب السفير من هناك. لكن هذه أصبحت فضيحة الآن، خاصة مع الخبر اللي تفضلت به الآن اللي يقول بأنهم أعادوا للشركة الهولندية هذه المبلغ اللي كانوا يطالبوا به. أي يعني بعدما كانوا يتماطلون الآن السمعة الجزائرية، طبعا السمعة مثل ما تعرف أنت الآن في أي درجة، ومع ذلك استعادوا الطائرة ومثل سمعة الباسبور وسمعة الفيزا، مثل الجزائريين اللي في السجون الآن في كل مكان، ما فيش حركة على هذون، لا هذا ما فيش. طيب نأتي الآن إلى ما صرح به وزير النقل أخيرا، حتى لا يقال بأنكم تنظرون إلى لون واحد دون ما ألوان أخرى. وزير النقل، وتعرف وزير النقل هذا سي عمار مرغول، قال أنه أنتم فقط دائما ترون لونا واحدا، لماذا لا تقولون بأنه النقل في الجزائر تطور ربما أكثر مما هو عليه في دول أوروبية وفي دول لاتينية، يقصد دول أمريكا اللاتينية، ربما يقصد بيرو والأرجنتين وغير دول الواقعة هناك، برازيل. ثم أضاف قال إن الأسطول الجزائري الآن تطور عما كان عليه سابقا، وانظروا أيضا إلى التجهيز لمختلف المطارات، وذكر الكثير من المدن. ثم أضاف فتح خطوط جديدة لإفريقيا، بمعنى شركة خطوط الجزائرية ستصل إلى عمق إفريقيا. إذا كان هناك أن أموال تصرف على هذا القطاع، نعم هناك ملايير دولارات راهي تصرف على هذا القطاع، لكن للأسف الجزء الأكبر من هذه الأموال راه ينهب في صفقات، ينهب في عقود، ينهب ويذهب إلى المسؤولين وإلى أسرهم وأصحابهم. يعني هذه الحقيقة المرة والمؤلمة. كيف يكون تطور النقل إذا شفنا هذه 20 مليار دولار اللي صرفت على هذه وما زال ما كملتش على الخطوط الجوية، إذا شفنا في أماكن معينة تشوفها وديان، وفي أماكن معينة انهار الطريق السيار، انهار لسه هذو نبنوا فيه، الناس عندها ليزوتوروت تعمر 70 سنة 80 سنة باش يبداو كاش ما يعف فيها حفرة هنا ولا حفرة لهي يصلحوها. يعني انت تدرك استاذ محمد العربي، لماذا لم يفتحوا ما سمي بالاجواء المفتوحة open sky؟ لماذا الجزائر ما تزال تصر لحد الساعة انه لا يمكن هذا اللي يعني جايك ليه خلاف لجيراننا؟ لان فيه الاحتكار، لان لا اريكم الا ما ارى، لان الخطوط الجوية الجزائرية بعد تفرض كما تشاء التذاكر، بينما المغربي يروح إلى الرباط وإلى مراكش فرنسي وإلى الدار البيضاء ب 100 أورو 150 أورو 120 أورو، الجزائري يروح ب 600 وب 800 وب 1000 أورو من نفس المكان نفس المدة. 2000 كيلومتر مثلا من لندن إلى الجزائر أو من باريس إلى الجزائر تقريبا المغربي، و 2000 كيلومتر إلى الدار البيضاء أو حتى شوي أبعد، المغربي يدفع ربع المبلغ يدفعه الجزائري. لماذا؟ ما تفهمش لماذا؟ لأنه باختصار بسيط هناك احتكار عن طريق ما يسمى بالخطوط الجوية الجزائرية. وبالمناسبة الخطوط الجوية الجزائرية ضحية تآمر مسؤوليها أولا وقبل كل شيء، قبل أن يكون ضحية تآمر لوبيات أخرى أيضا تريد تحطيمها وإظهارها في عقلية الجزائريين. يا أخي الجزائريين يقول لك هذه إيركوسكوس يعني، والناس تتساءل يقول وصلت الخطوط الجوية، وصلت في الوقت. لما توصل الخطوط الجوية الجزائرية في الوقت الناس تستغرب من شدة فهذا هو اللي واقع. والحقيقة هذا ينطبق على الموانئ وينطبق على البواخر وينطبق على، شوف طرقات في الجزائر، شوف طرقات اللي الناس راهي تموت. هو الوزير السابق سيد محمد العربي إذا تذكر، الوزير السابق اللي كلف بتحسين ظروف الجالية وقالوا أنه أنت مكلف بهذا الملف،
فذهب إلى بيجاية، أذكر ذلك جيدا، ذهب إلى بيجاية وراقب عملية استقبال الجزائريين المقيمين في فرنسا كندا وغيره، فقال أنه هاي الخدمات رديئة جدا جدا، راقب ووقف على ذلك بنفسه. ثم انتظر الجزائريون خاصة المقيمون في الخارج، الجالية الجزائرية، أن تتحسن هذه الظروف وهذه الخدمات، لكن دار لقمان على حالها. دار لقمان على حالها، وأعتقد أن الوزير تم إبعاده، يعني هذا الوزير اللي كان تم إبعاده، اللي صرح تم إبعاده. لا يمكن، لا يمكن، شوف لا يمكن. هي هذه المشكلة الآن، الآن تحسين النقل، تحسين الطائرات، تحسين الخدمات، تحسين هذه، لا يمكن أن تأتي عندما يكون الرأس معوش. لا يمكن للأصابع تاع اليدين أن يشتغلوا لو المخ معطل. لا يمكن. عندما تكون السلطة في يد عصابات مفسدة، مجرمة، مخربة، متسيبة، عندما تكون في أيديها، الباقي كله إذا كان رب البيت للطبل ضارب، فوش تنتظر من أهل البيت؟ وش تنتظر المسؤولين الاخرين في كل المواقع؟ لا تنتظر منهم الا المفسد. وثم في التطبيق والتقريب الجزائري، انت تعرف اي مسؤول جزائري في اي مستوى لا يختار الا بعد المرور عبر ما يسمى بالموافقات الامنيه، تزكيه، ليس تزكيه، تزكية موافقه أمنية. موافقه لازم توافق الجهات الامنيه. كلما كنت فاسدا، كلما كنت عميلا، كلما كنت مرتشيا، كلما كنت مرتزقا، كلما كنت خامورجي، كلما ترقى في المناصب. انت انسان صالح، انت انسان، ونحن هنا لا نعمم، قدم انا لا اعمم، انا دائما كان استثناءات صحيح. شوف دائما كان استثناءات، نحكوا على القاعده العامه الان. للاسف، للاسف هذه القاعده العامه، والا ما تراش كبار القوم هذون الى اين وصلوا. هذا الوضع، كثيرين من الطاقات والقدرات الجزائريه تم تهميشها، تهميشها الان في الدخل. انا نعرف، انا عندي اصدقائي متخرجين من مدرسه الوطن للاداره في بدايه الخمسينات، كاين اللي بدا يروح روتريت، يبعثوه روتريت وبدايه الخمسينات، بينما القايد صالح عمره 81 سنه مثلا، وابنه مثلا يكسر فمه ويضرب الوالي نتاع النابل اللي الان موجود في فرنسا، ويدخل الى 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 شبه موت يعني الان، ولا تسمع بالخبر في الجزائر الا قليل، هكذا الناس تنشرها ممكن في ولايه عنابه، وترى الفساد في كل حاله وفي كل وضع. ولكن قايد صالح يهاجم المعارضه ويتهمها بانها الان بدات تخون. هذه المشكله الكبرى. إذا لم نحل القضية الكبرى، شوف في قاعدة في المنطق، إذا كانت القاعدة الكبرى صحيحة فالقاعدة الصغرى تكون صحيحة منطقيا، أما إذا كان الرأس فاسد والنظام في عقله فاسد والمستوى فاسد، فلا تنتظر من المستويات الأخرى أن تكون جيدة، إلا استثناءات قليلة يعني. نعم. ليلى حداد، أرحب بك ليلى حداد، الصحفية المختصة بالشؤون الأورو متوسطي، وأنت تقيمين في بروكسل العاصمة الأوروبية، عاصمة الاتحاد الأوروبي. فرأيك أنت لماذا استفز، هكذا قيل، استفز العمامرة لما لاحظ تدخلا من قبل أعضاء الاتحاد، أعضاء البرلمان الأوروبي في شؤون الجزائر، هكذا قال ووصفهم بالأوتوقراطيين. ماذا قال أعضاء البرلمان عن الجزائر؟ أهلا بك عثمان، وأحيي كذلك الأستاذ زيتوت، عندنا مدة ما سمعنا صوته بالمغربية. عثمان، دعني أوضح أمرين مهمين كي نفهم قضية التدخل الأجنبي هذا والدوشة والضجيج والضجة الإعلامية التي تدور من حول هذا الإشكال. الأمر الأول، الاتحاد الأوروبي لم يصرح بشيء بشكل رسمي على الأقل، وأنا يعني أؤسس لما أقول وأجزم أن لا يوجد تصريح شفوي أو مكتوب أو مصور للمسؤولين الأوروبيين في هذا الموضوع. والجهة الوحيدة التي نقلت خبر استياء الاتحاد الأوروبي من الجزائر هي شو اسمها هذه تيسا توس الجزائري، يعني كل شيء عن الجزائر، التي قالت أن مراسلها في بروكسل هو الذي أفادها بهذا الخبر، والمصدر هو مجموعة من النواب الأوروبيين الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم. صحح لي لو كنت أنا غلطانة. حقيقة يعني أنا شخصيا وأقولها يعني على العلن وعلى الهوى في المغاربية شاشتكم الموقرة، لم ألتقي ولم أسمع أن تيسا لديها مراسل في بروكسل، ويعني كذلك من هذا المنبر أدعو هذا الزميل أن يتصل معي، يعني نتواصل مع بعضنا ونشوف هذه قضية أنه
جهات برلمانية تصرح وتقول أنها لا تريد أن تكشف عن هويتها. أنا يعني برأيي وبالنسبة للخبرة التي لدي وتعاملي تقريبا اليومي مع نواب الاتحاد الأوروبي ومنذ 20 سنة، ولا مرة نائب أوروبي قال أنا أعطيك معلومة ورجاء رجاء لا ما لا لا تكشفين عن هويتي أو عن اسمي لأني لا أريد إشكال أو شيء من هذا القبيل. هلا الأمر الثاني اللي كثير ناس حكوا فيه اللي هي الشراكة الأورو متوسطية التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي أعتقد بال2001، لا أعتقد، أنا متأكدة بديسمبر لأنه كنت حاضرة أنا شخصيا في بروكسل وكان بوتفليقة موجود كذلك. هذا الاتفاقية تحث على أمور كثيرة طبعا، ويعني على أمور كثيرة في كل المجالات، مجال السياسي الاقتصادي التجاري الثقافي الاجتماعي، لكن البنود الأولى لهذه الاتفاقية خاصة البند الثالث والرابع والخامس، يعني البنود الأولى كانت يعني مخصصة للشطر السياسي، ومثل ما قلت لك البند الثالث والرابع والخامس يركز بشكل يعني لافت ويقول بوضوح تام أن الطرفين يتعاونان في مجال حقوق الإنسان والعمل السياسي وأمور حرية الصحافة وحرية الرأي. نعم، هذا كلام عام دائما يقال، هذا الكلام تحترم حقوق الإنسان وتبادل الرأي وما إلى ذلك، لكن فقط الذي أثار القراء هذا الخبر أن العمامرة قال علاقاتنا جيدة جدا مع المسؤولين الكبار في الاتحاد الأوروبي، وخاصة بذكر أشتون اللي هي المسؤولة كبيرة في الملفات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال علاقاتنا ممتازة معها. فمن أين خرج هؤلاء اللي هو استصغرهم ربما بين قوسين أعضاء البرلمان الأوروبي وصرحوا حول سياسة الجزائر حول الوضع الداخلي في الجزائر لكن لم يذكرهم بالاسم، هو فقط أشار إليهم؟ طبعا هو كان محق لما قال أن العلاقات جيدة ممتازة، مش جيدة فقط، العلاقات التجارية والاقتصادية ممتازة ومميزة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر للأسباب التجارية التي يعني يعرفها كل العالم، لكن العلاقات السياسية أشك أنها جيدة مع الاتحاد الأوروبي والجزائر. هل لهذا ليلى هل لهذا علاقة بزيارة الوفد الأوروبي للجزائر ربما منذ أسبوعين، وكانوا قد التقوا بأعضاء من تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات حول مناقشة الوضع السياسي في الجزائر، ربما أثار حفيظة الحكومة الجزائرية ولذا هذا العمامرة أصدر هذا التصريح ربما؟ طبعا هالعلاقة مباشرة جدا، أعتقد ما عندي تواريخ، أعتقد أنه بدأت هذه الأزمة بين دفرين لأنها أزمة لاتجاه واحد، كل الأمور جاية من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي لكن الصدى لم يصل إلى هناك، يعني بقول إلى هنا لبروكسل، يعني بقولها لك بكل يعني ضجة صراحة. فأعتقد أن تيسا هي اللي أعطت هذا الخبر، اوكي في جماعه الاتحاد الاوروبي يستاء للتصرفات الجزائريه في مجال مش عارف وكذا. طبعا هذا كان رد. خليني عثمان اقول لك الواقع كمان. لا باختصار ليلى احاول، المفروض تعطيني مساحة شوية أكثر من دقيقة أو دقيقتين، مش كثير، مشان نوضح للمشاهد للمتلقي المحترم حقيقة الواقع. إذن أنا أقول أن رواية الجزائر التي لا تقبل بالتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية بالنسبة لي أنا لا معنى لها. شوف يا عثمان، هل اللقاءات والحوارات والاجتماعات مع أطراف أوروبية وأطراف جزائرية من المعارضة السياسية الحقيقية طبعا والمجتمع المدني الحر والنقابيين والحقوقيين يعتبر تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر؟ أنا أسأل يعني سؤال بسيط جدا، عندما يلتقي يوميا
الجهات الرسمية تلتقي، الجهات الرسمية الجزائرية مع الجهات الأوروبية، لماذا هذا ليس بالتدخل التدخل الخارجي للشؤون للشؤون الداخلية في الجزائر؟ يعني ما هو حلال للجهات الرسمية حرام للجهات الحرة، يعني من النقابيين المستقلين والحقوقيين الأحرار والمجتمع المدني الحر والمعارضة الحقيقية. خلينا ندورها يعني عكس، يعني حاولوا أن تتصوروا معي مثلا هذا السيد الوزير، وزير الخارجية أو أي جهة رسمية من الجزائر تدعو صحفيين بلجيكيين، خلينا نعطي الدولة واحدة أوروبية، صحفيين بلجيكيين، معارضة بلجيكية، نقابيين بلجيكيين، مش عارف، وناس من المجتمع المدني البلجيكي، وتحكي معهم حوار سياسي. طيب، شو أحوالكم؟ طيب نتمنى يعني نتمنى أن يستمع إلى طلبك العمامرة ويقيم هذه الندوة، ولما لا حفاظا على هذه سمعة الجزائر أولا، وثانيا تطبيق للشفافية مثل ما تقولين. أنا أشكرك جزيل الشكر ليلى حداد، الصحفية المختصة في شؤون الأورو متوسطية. أعود لك أستاذ محمد العربي، احتجاجات واعتصامات بالمئات لا أقول بالعشرات الأيام الأخيرة في الجزائر على مستوى جميع القطاعات، خاصة في الجنوب، آخرها ما حدث في تقرت مثل ما انتهى إلى علمك. الآن 4 ضحايا قتلوا، هناك من قال الشرطة هي رمت عليهم الرصاص، هناك قال جهة أخرى. المهم نحن هنا لسنا قضاة، نحن قد نعرض الملف مثل ما وجدناه. ثم انتقلت الاحتجاجات، الآن حوالي 90 يوما قضاها المقتصدون يطالبون بحقوقهم، يريدون عرض ملفهم ووضعه بين يدي وزيرة التربية بن غبريت، لكن الوزارة تجاهلت هؤلاء. البارحة تعتقد أو قبل البارحة توفيت واحدة منهم وهي سيدة من وهران، ماتت بسكتة قلبية مسكينة وهي معتصمة. يعني هناك من رموا بالرصاص وهناك من مات بسكتة قلبية. إلى أين تتجه هذه الأمور الاجتماعية، خاصة احتجاجات واعتصامات؟ الأم قرأت أيضا اليوم أكثر من 150 رئيس دائرة أودعوا ملفات التقاعد، ليس حبا في التقاعد، قال لك لماذا؟ لأنهم حولوا إلى رجال إطفاء في ظل عز رؤساء البلديات عن حل المشاكل. أسئلة مهمة وبالغة الأهمية في الواقع الأمر، لكن أنا أرى أن الوقت لم يبقى كثيرا. بدوري أحيي الصحفية القديرة ليلى حداد، وكلمة واحدة على قضية التدخل الخارجي، يا ليت اللي راهم يتكلموا على التدخل الخارجي ما يفتحوش ويوقفوا فتح الأجواء الجزائرية للمخابرات الأمريكية اللي تجسس على الجزائر، وفيه وثائق كانت فضحتها ويكيليكس من أن CIA تتجسس على الجزائر. يا ليت يتوقفوا على تعذيب المسلمين، والتقرير الكونغرس فضح أن CIA تعاونت مع النظام الجزائري لتعذيب مسلمين آخرين بما فيهم جزائريين. يا ليت يتوقفوا على فتح الأجواء للفرنسيين بلا حدود وبلا قيود، يا ليت ويا ليت. لكن كلمة أخرى أيضا أنا نقول للناس اللي في الجزائر، مهما كان في أي اتجاه لا تنتظروا شيء من الخارج. الخارج لن يقبل بأي حكومة وطنية مخلصة للوطن، باختصار بسيط حتى لا أطيل في هذا الموضوع. طيب الاحتجاجات التي أتت في وقت قيل أن الجزائريين أسعد الناس، العرب أسعد العرب. نعم نعم صح؟ نعم. تعرف قاعدين الكارثة وين؟ قاعدين يدفعوا أموال لشركات وهمية وبسيطة صغيرة باش تخرج لهم هكذا في موقع معين. أن الجزائريين هذول اللي ينتحروا، اللي الناس وصلت أنها تنتحر، الناس وصلت أنها تموت من كما قلت من القنطة والأمراض اللي هي قاعدة واصلة. الأمراض هذه أمراض الغضب وأمراض القلق اللي بلغت حدود غير معقولة، من سكر، من قلب، من تونسيون، من هذه. هذا وين هذا؟ موجودين في السويد هذون ولا في سويسرا؟ مهزلة. وانت ذكرت على قضية الصحراء، أنا أريد أن أقول كلمة هنا. يعني أحرقت حوالي 4 بلديات في الجنوب الجزائري. نعم، في الواد مثلا، في الواد وفي تقرت وفي ورقلة. أنا نقول لهذ المسؤولين، بعد ما عبثتوا بالتاريخ وعبثتوا بالمجتمع وعبثتوا بالدولة، الآن قاعدين تعبثوا بالجغرافيا، الآن قاعدين تتلاعبوا بحدود الجزائر وتاريخ الجزائر وبأرض الجزائر. لأن الناس اللي في الصحراء تشعر، وأنا صحراوي أعرف عما أتكلم، بألم شديد. كل الجزائريين يعانوا، الأغلبية العظمى من الجزائريين يعانوا معاناة شديدة تحت هذا النظام، لكن الناس اللي في الصحراء تشعر بأن المعاناة مضاعفة. فيه ناس لازم تعرف شيء، أن الناس في الجنوب تكون درجة الحرارة 45 و50 درجة، فيه ناس ما عندهمش فريجيدير، مش كليماتيزور، كاين اللي ما عندوش فريجيدير وكاين اللي ما عندوش كليماتيزور، والتريسيتي تتقطع على الناس لما تكون
تريس تقطع الناس كهرباء تقطع توصل 50 و52 درجه في اماكن مناطق. انا كنت نمر على هذه مناطق الواد وتقرت وكذا احيانا مرات على 7 تاع الصباح والله تمشي وانت تظن بلي الشاليمو يمشي موراك. على 7 تاع الصباح 40 درجه 42 درجه 45 درجه. الناس راهي تعاني معاناه شديده. لو 5% من البترول اللي يستخرج من الصحراء واللي هذا ما تبيع الجزائر صرفت على هذه المناطق لرجعتها جنات. يعني الناس راهي ترى الان لماذا دبي هذه الصحراء القاحله اسوأ مليون مره من الصحراء الجزائريه؟ لماذا الدوحه او قطر اسوأ مليون مره من الصحراء الجزائريه؟ لان فيها ليميديتي وفيها اشياء كثير. لماذا توصل الى هذا العمران وهذا البنيان على اعتراضنا على حكوماتهم وعلى انظمتهم؟ والصحراء الجزائريه وكانها تاتي من القرون الوسطى الاوروبيه وليس القرون الوسطى الله. يعني امور بلغت حدود. ثم كيف يعقل 90 يوم اضراب المقتصدين؟ نعم. قبل 3 أسابيع او 4 أسابيع كان في اضراب هنا للممرضات والشبه الطبي في بريطانيا 4 ساعات. قامت القيامة في بريطانيا ولم تقعد. لأول مرة في تاريخ بريطانيا يتظاهر شبه الطبي بما في ممرضين 4 ساعات. الناس لم تقبل 4 ساعات مظاهرة احتجاج توقف عن العمل 4 ساعات يروحوا الجزائر. الأطباء قعدوا أشهر قبل 3 سنين ولا 4 سنين. الآن المقتصدين 3 أشهر. قبل 2 و3 سنين الأساتذة في الآن في كثير من الشركات أشهر الناس تتظاهر وتحتج وما تروحش للعمل أشهر أحيانا سنوات. سنوات القلاقل في إطار هذه التربية اللي الآن يتم بعد كل 20 سنة نتاع الوزير الأسبق بن بوزيد يجابوا هذا الوزير الآن باش يتكمل وتخرب على الباقي والناس وكأن لا شيء يحدث. لأنه باختصار بسيط غياب كامل للمسؤولية، غياب كامل لسؤال المسؤول عما فعل وعما لم يفعل، غياب كامل. مرة أخرى أعود لقضية الجنوب نقول باللي فيه كثير من الدول اللي فعلا تتربص بالجزائر مش بالنظام. نظام الجزائري القائم اليوم هذو يريدون أن يبقى لأنه هو موفر لهم كل ما يريدون، هو الحرب على الإرهاب، هو فتح الأسواق، هو لا يقوم اقتصاد حقيقي للجزائر ولا تقوم سيادة الجزائر. لكن تربص بالدولة الجزائرية بالوطن الجزائري قائم. وهؤلاء المسؤولين اللي راهم قائم اليوم سيذكرهم التاريخ بالخزي والعار لأنهم قد يتسببون في ذلك، خاصة وأن الناس في الجنوب تشعر بألم مرير. كيفاش الناس 100 متر ما يلقاهاش في صحراء اللي هي 2 مليون كيلومتر مربع باش يبني فيها بيت؟ هذا في تقرت ولا في الواد ولا في أدرار ولا في تندوف ولا في بشار ولا في تمراست ولا في عين صالح ولا في غردايا ولا في ورقلة 100 متر. وأنت فتحت ملف تقرت سيد محمد العربي، وزير الداخلية طيب العيز قال إن هذه المشاكل سببها المسؤولون على مستوى القاعدة ولا تتحمله الحكومة. قال الدليل أنني لما ذهبت إلى تقرت وضعت حلا مناسبا وبسرعة لهذا المشكلة، ناديت المسؤولين على مستوى بلدة تقرت، وضعت قائمة ووزعنا هذه القطع الأرضية وكل شخص أخذ شهادته بنفسه. يعني المشكل مش احنا اللي مسوينه، المشكل على مستوى القاعدة. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا مرة أخرى هذا ذنب، هذا عذر أقبح من ذنب. طيب المسؤولية الأولى لك، خاصة نعرف قوانين الولاية والبلدية أن رئيس البلدية يمكن يقصيه الوالي في أي لحظة. هذا أصلا المفروض لا يجوز لأن هذا منتخب والآخر معين، المنتخب أقوى المفروض من المعين من الوالي. لكن بما أن هذه قوانينكم وبما أنكم توقفون كثير من رؤساء البلديات الأشراف وهم قليل، لماذا ما توقفوش رؤساء البلديات الفاسدين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أو الوالي الذي يمثل رئيس الجمهورية أو الوالي. نعم. السؤال الثاني، كيف يعقل أن الناس يا سيدي في الشمال ممكن نفهمه أن الناس تتظاهر لك على جلب قطعة أرضية ربما لأن الشمال ضيق، الجنوب هذا المفروض الناس اللي يسكنوا هناك نعطلهم فلوس باش يبقوا في هذه الأراضي لأن الطبيعة قاسية خاصة في الصيف. يعني عندك 5 شهور تاع الصيف قاسية جدا. وهم طلبوا أيضا بقطع أرض ولم يطلبوا السكنات. قطع أرض 100 متر 150 متر، راهو عندنا 2 مليون كيلومتر مربع، 2 مليون كيلومتر مربع، راهو الكيلومتر مربع واحد، كيلومتر مربع واحد هو مليون متر مربع. يعني لو تقسم كيلومتر مربع واحد اللي هو 1000 متر على 1000 متر راهو مليون متر مربع. يعني هي حجة ضعيفة حتى يفهم راهو يكفي 10000 عائلة. أستاذ محمد عربي حتى يفهم المشاهد هذه الفكرة. طبعا حجج ضعيفة، طبعا حجج مريرة. المسؤولين وحتى عبد العزيز بوتفليقة قال هذا قبل سنتين، قال الذين يخربون برنامجي يوجدون على مستوى القاعدة. كيف يوجدون على مستوى القاعدة إذا كانوا هم الحلقة الدنيا وهم الحلقة البسيطة؟ بل بالعكس يريدون يمسحوا الموس
في المسؤولين اللي هم في الحلقة الأضعف بالرغم أنهم فيهم فاسدين، لكن الفساد الأكبر هو كلما ارتقيت في المسؤولية لقيت فساد الأكبر، لأنه لو كان كاين رقابة للجزائر شنو المشكل الأكبر نتاعهم بين المشاكل بعد فساد النظام وفساد السلطة؟ ما فيش أجهزة رقابية، البرلمان لا يقوم بدوره، المجلس هذا اللي يسموه المجلس الشعبي الوطني لا يقوم بدوره، بل بالعكس قاعدين يطالبوا الآن بس يجزوا لهم فلوس، يدوا في 30 أو 40 مليون للشهر وبكل الامتيازات الأخرى الملحقة بها، ويريدون جواز دبلوماسي ويريدون الزيادة في بينما فيه ناس ما زال ما خدمش عمره 30 سنة ما زال ما اشتغلش، فيه ناس ما زال عمره 35 سنة مش قادر يفتح بيت ويتزوج أو هي أو هو، فيه ناس وفيه ناس، بينما هذا المشكلة ليست فساد المسؤولية على المستوى، وإن كنا نعترف أن هناك بعض الفاسدين، المشكلة في الفساد المسؤولين على المستوى الأعلى، هذه هي الكارثة الكبرى. طيب وهذا ينجر، هذا سؤالنا الأخير، هل هذا ينجر على قطاع النقل الذي نعود إليه من جديد هو موضوعنا خطوط الجوية؟ هل فعلا مثل ما يقول خبراء ومتابعو الشأن الجزائري لا يمكن حل مشاكل قطاع النقل دون ما الحديث عن القطاعات الأخرى، بمعنى أنها متشابكة، بمعنى منظومة الحكم، بمعنى أنه منذ استرجاع السيادة الوطنية والجزائر تدور في فلح في حلقة مفرغة، لا يمكن أن تحل مشكلة في قطاع ما دون ما قطاعات أخرى؟ نعم هذا صحيح، هذا إلى حد كبير صحيح، لأن التداخل والترابط بين القضايا عميق، بين النقل وبين الإدارة وبين يعني إدارة النقل، أنت شفت الآن هاي وزارة الخارجية داخلة في الموضوع بينما هي القضية تتعلق بالنقل، إذا القضية تتعلق بالحكومة ككل، بنظام الحكم ككل، بالسيستم ككل، السيستم ككل ها هو الإشكالية الكبرى، لا تستطيع أن تحل قضايا صغرى هناك. أنا قلت لك في مسؤولين أحيانا تلقاه في محيطه البسيط يحاول قدر الإمكان، لكن في نهاية المطاف الموجة أكبر منه تغرقه، موجة الفساد والمفسدين أكبر من أي مصلح على أي مستوى كان، هذا إذا كان مصلح، لكن هذا وزير النقل صراحة لا يصلح حتى نمشي مشي ترولي. أنا أشكر جزيل الشكر أستاذ محمد عربي زيطوت الدبلوماسي السابق وعضو أمانة حركة رشاد، والشكر موصول مشاهدينا الكرام لضيفينا الكريمين اللذين أثريا معنا أيضا هذا الملف، الأستاذ عبد الغني بادي المحامي والناشط الحقوقي، والأستاذة ليلى حداد الصحفية المختصة في شؤون الأورو متوسطية. الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.